صباح الخير، صباح الخير عليكم، صباح النور، صباح شو مزيانين، لاباس عليكم، هانين مهنين. انا اليوم كانت عندي اختي ومشات، واليوم صباح شو وحدي معصبه شويه، منيريه شويه. ايوا قلت ندير لكم هذا الفيديو، خاصه حزينه واحد شويه، يسهل عليكم. معانا شاد التليفون راسي داكشي علاش، يسهل عليكم. بارطاجيو الفيديو مع صحابكم وحبايبكم، ودخلوا تابوناو، عاونوني في القناة ديالي، الله يسهل عليكم، الله يعطيكم الفرش في خاطركم، يا رب امين. المهم حاولت ندير معاكم هذا الفيديو، شوية صبحت معصبة وحزينة شوية كما كنقولو. المهم بغيت نشارك معاكم هاد الصبيحية ديالي، نوريكم الخطورية. هذاك الصريعة تبارك الله سقاها مولا غير من البير، الله يرحمنا يا ربي. الحال كيعمر وكيغب، كيبان الغمام شوية، كيرجعنا ما بقى، ما ربي ما رحمنا، شو نتمنوا من الله يرحمنا. هذيك الزريعه راه كما كتشوفوا شي زوينه ساقيه مولا. اما الزريعه ديالنا حنا هذه اللي عند الخيمه، هي كلاها الدجاج، يعني ما تسقاتش. هذيك الكريمه ديالي راه هي كيخرج لها الماء من الجامع كما كتشوفوا. مهم الحمد لله مسقيه، هذا كتعلى. ايوا اليوم صبحت من مشيت لهي، ها هي الكريمه ديالو كما كتشوفوها، هي شتوها كيخرج لها الماء من هنايا. المهم مسقيه بعدايا، وهذوك الزويتينات اللي راهم عطشانين شتا تبارك الله طويله، شتا شو قديش ولات في الطول تبارك الله، غادا كطوال مع الماء. هي الطبيعه، هي الارض اللي مسقيه راه زوينه، الارض اللي ما مسقياش كطلب الله ان شاء الله يرحمنا ستي ربي. انا خرجت اليوم نفوج على قلبي شويه، حاسه براسي مانيش تلهيهم مع الصباح. هذه راها نعيجه، هي كما كتشوفوا سارحه هي وليداتها. هانتوما هذا واحد السيد جارنا، هواني عنده سميتو، عنده هاد البير كيسقي سميتو الزرع. حنا نوريكم الزرع تبارك الله زوين زوين، والخير والطبيعة علمها للبير، وحنا الله يرحمنا الله يعطينا الشتا يا سيدي يا ربي. هانتو تبارك الله، هي السيدة حازة تبارك الله، حازة الزرع اللي مات. بقيت لي شد لي التليفون مزيان باش انايا نقدر نبان نوريكم، وانتوما كيما شفتو تبارك الله الخير ديال مولانا. هانتو شتو، هانتو راه بدا كيسبل، هاهي السبوله خرجه، ولكن هما دابين عليه كيعطوه للبهايم. هانتوما المشاهدين ديالنا، هذا هو الزرع تبارك الله طويل، ولكن تبارك الله كيسقوه بالماء، داكشي علاش هو تبارك الله جيد. شفتيني نوريكم واحد ايام زمان بكري ملي كنت مازال كيسلي لتحت عينيا الطفوله ديالي، كنا كنديرو الزبايه من الزرع. شوف واش غتصدق ليا ولا لا، ها كيفاش كنديرو لها. نصاوب لك وحده ها وديري عليه، نصاوب لك وحده. طيبيش انا كنت كنعرف ليها، ما عرفتش دابا. اقربي قربي انت راه شتي وشاتيني لي ولا راتي انت عيطتي شتيني شتيني، كنوركو على هكا. صدقات شتي عليا؟ قلت هي ما صدقاتش. اه صدقات لك. صايجي نبغي نزيدي لهي باش ما تبانيش. لا تشدينيش انا ناعم. لا لا ما قرباش لك تي. كنا عنجبدو يا خويا. ها يا صبي صبي خليك
عتقيها عتقا عتقا. رغم العصا ورغم الوحيد اللي عندي وكنضحك ربي ربي يصدق ليا ليا. عطاك هذيك السعديله تعافي طلبتي الله راه صدقت لك راه شويه الشيء سير لي على شويه الشيء راه يا مات كنا صغار كنا كنضلوا نديروا فيه نهار كامل كتشوفوا كان لي الزرع وانا نتفكر كتشوف ليا الزرع بعدين نقولوا يا الله والله مزيان هذا القيت هذا الشيء اللي كنوريكم الصفايه ما تحبش كما كتشوفوا هذه صدقت ليا ها هي تفهموا هذه البلايصه كنا نديرو ملي كنا صغار عرفت هادشي راه أيام الطفولة صراحة واش مالا خسرتي عاوتاني كنا كنزرع تبارك الله كيكون مسبب بحال هدا نيت وكنا نضلوا نهار كامل نسلو في ديك السبوله ونديروها سميش ونديروها الكانيه كما تشوفوا هويت نوريكم الطريقه عن قرب. مهم اخوتي اخواتاتي انا اليوم بغيت نبدل الجو وبغيت ننسى المشاكل اللي عندي عندي مشاكل شخصيه نقدر يجي النهار نقولها فيه ونفجرها كما كيقولوا نعاود هذاك الشيء اللي في خاطري وفي قلبي. مهم نتمنى لكم تفرجوا في الفيديو وتعاونوا معايا في القناه ديالي وتابوناو وشاركوا الفيديو مع احباب ديالكم ومع الاصدقاء. شكرا لكم بزاف وانا واحد الانسانه بسيطه واللي تعاونتوا معايا ربي يسهل عليكم في وليداتكم في عائلاتكم وبسلام عليكم الله يعاونكم وكنبغيكم بزاف نتمنى تكون خفيفه على قلبكم ان شاء الله.